بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وأهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء الثاني من المحاضرة الثامنة في المحور الثاني. نواصل هنا مع الأمثلة ونأخذ المثال الثاني example 2. المعطيات هي كالآتي: The suspender rod is supported at its end by a fixed connected circular disc as shown in the figure. If the rod passes through a 40 millimeters diameter hole, determine the minimum required diameter of the rod and the minimum thickness of the disc needed to support the 20 kN load. The allowable normal stress for the rod is sigma allowable 60 MPa. طبعا الإجهاد المسموح بهذا يعرف المادة المصنعة منها. And the allowable shear stress for the disc is 35 MPa. طبعا لنفس المادة هنا الإجهاد العمودي المسموح به normal allowable stress، وهنا shear allowable stress. التحميل 20 كيلو نيوتن هو عمودي بالنسبة للمقاطع هنا، لكنه مماس للمساحة الجانبية هذه لهذا السلندر. المطلوب معرفة قيمة الدي، القطر المناسب الذي يتحمل هذا اللود، وأيضا معرفة الثيكنس تي، السمك الذي يتحمل هذا اللود ولا يحصل عليه شير. بداية، by inspection the axial force in the rod is 20 kN, thus the required cross section area of the rod is A equal P over P sigma allowable. هنا معروف انه قانون السيجما يساوي فورس على اريا، وبالتالي الاريا تساوي الفورس على سيجما. فنستعمل الاجهاد المسموح به لمعرفة المساحة المسموح بها، والمساحة هي مرتبطة مباشرة بالقطر، وهكذا بإمكاننا حساب القطر يساوي 20.6 مليمتر، والخيار يتم على 21 مليمتر، لأن تصنيع 21 مليمتر أيسر بكثير وأقل تكلفة من 20.6، و 21 مليمتر هي أكبر من 20.6 وهي تتحمل الفورس التي عليها. بالنسبة للجزء الثاني وحساب الثيكنس تي، التي هذه الثيكنس معرضة للشير، وبالتالي رح نستعمل التو اللوبل، إجهاد القص المسموح به. من المعروف أيضا أن التو تساوي V على A، فبالتالي الأريا المساحة اللي هي أساسا تساوي 2 باي الراديوس ضرب التي راح تساوي ماذا؟ تساوي الـ V على التو أو تو اللوبل. نعمل حساب الأريا، الـ V معطى 20 كيلو نيوتن، السيجما اللوبل معطى 35 ميجا باسكال. نستنتج الأريا ثم نسحب التي، تساوي 4.55 مليمتر. نختار 5 مليمتر، ليش؟ لأنه تصنيع 5 مليمتر أيسر وأوفر بكثير من 4.55 مليمتر.